أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا و
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العلي.